احيانا بتكون الطرق السريعه سبب في ان احنا بنتوه عن المكان اللي احنا عايزين نوصله، خاصه لو كان الطريق ده معقد او في اكتر من مدخل ومخرج. لكن في الصين الامر مختلف تماما، وده اللي هنعرفه النهارده. معاكم مهندس محمد المنشاوي، محاضر في اكاديميه انشوسوفت للتدريب. في مقاطعه في جنوب الصين هتلاقي اغرب طريق سريع ممكن تشوفه. الطريق ده اللي بيميزه هي تشعباته الكتيره وطبقاته اللي مش هتلاقيها في اي طريق تاني في العالم. فهتلاقي مكون من 5 طبقات مختلفه واكتر من 20 مخرج ومدخل للطريق ده، والمخارج دي كلها موجوده في 8 اتجاهات مختلفه. وهنا نيجي للسؤال المهم، لو انت ماشي عليه بعربيتك ازاي توصل للمكان اللي انت عايزه من غير ما تتوه؟ الاجابه ببساطه هو ان الطريق ده مزود بارشادات للاماكن والاتجاهات اللي توصلك للمكان اللي انت عايزه بكل سهوله. لكن لو انت تهت في مره فانت ممكن تكمل الطريق بمسافه اقل من كيلومتر، تقريبا 600 متر عشان تقدر تصحح مسارك. عشان كده احنا في اكاديميه انشوسوفت بنقدم لك دبلومه الطرق الشامله، واللي هتتعلم فيها 3 اجزاء. اول جزء فيهم هو التصميم، وده اللي بنركز فيه على اسس ومبادئ التصميم المختلفه طبقا لكود الاشهر. تاني جزء معانا هو التطبيق، اللي بيه بنطبق اللي احنا اتعلمناه في التصميم على اكتر من طريق، سواء كان طريق سريع او طريق محلي. والتطبيق ده بيكون على برنامج السيفل 3D، وبنبدا من اول ادخال الداتا المساحيه لحد اخراج الكميات واللوحه التنفيذيه. تالت جزء معانا هو المكتب الفني، وده اللي هنتعلم فيه ازاي تتعامل مع اللوحه التنفيذيه دي وازاي تخرجها بالداتا اللي انت عايزها. رابع جزء معانا هو التنفيذ، وده هنتعلم فيه التنفيذ بالخطوات من خلال مجموعه من الصور والفيديوهات على مشاريع موجوده بالفعل على ارض الواقع، وكمان هتتعلم فيه مجموعه من الاختبارات اللي بتتم على المواد المستخدمه في التنفيذ. مش بس كده، احنا كمان بنطبق الكورس بتاعنا على مشاريع عمليه سواء كانت طرق سريعه او طرق داخليه، وكمان بنشرح فيه موضوع التقاطعات العرضيه المختلفه. وعشان تشترك معانا بدبلومه الطرق الشامله تقدر تتواصل معانا على الارقام الظاهره معانا على الشاشه او من خلال موقعنا www.anjusoft.com. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.